الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين. عباد الله، أطيعوا الله ورسوله لعلكم تفلحون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بتمرات فقلت: يا رسول الله، ادعوا الله فيهن بالبركة. فضمهن ثم دعا لي فيهن بالبركة، قال: خذهن فاجعلن في مذودك، كلما أردت أن تأخذ منه شيئا فأدخل فيه يدك فخذه ولا تنشره نشرا، فقد عملت من ذلك التمر كذا وكذا من وثق في سبيل الله، فكنا ناكل منه ونطعم، وكان لا يفارق حقبي حتى كان يوم قتل عثمان رضي الله عنه، فإنه انقطع. بارك الله لنا ولكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. قال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد إمام الحرمين وصاحب الهجرتين وعلى آل محمد. فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما، خصوصا منهم الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم، وعلى سائر أهل البيت والصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر.